مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروعي قانونين في قطاع العدالة وعروض حول مشاريع دعم تشغيل الشباب والصيد البحري والطاقات المتجددة. وتيرة متسارعة واحتدام التنافس بين التشكيلات السياسية والدعوة للتصويت بقوة في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. تطوير شعبة الحليب ومشتقاته استثمار واعد لشباب طموح بتفرنت بقسنطينة بفضل آليات الدعم والمرافقة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدالة وكذا عروض حول مشاريع دعم تشغيل الشباب والصيد البحري والطاقات المتجددة. ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماعا للحكومة، وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية. في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي الذي يشمل وينظم جميع الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي في إطار تكييف هذه الأخيرة مع التطورات المسجلة على المستوى الوطني والدولي في النظام البيئي للتكوين العالي، وذلك من حيث أنماط التعليم والعلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والانفتاح على الممارسات الدولية المثلى في مجال البيداغوجية والبرامج. في مجال الأشغال العمومية، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق المروري على العاصمة، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي، وهو المقطع الواقع بين محور الدوران لولاية فايت وتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133. وبهذا الصدد، شدد الوزير الأول على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لإنجاز جميع المشاريع الملتزم بها. في مجال الموارد المائية، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطة بولاية غليزان، انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير بولاية مستغانم. في مجال الشباب والرياضة، تم تقديم عرض من قبل وزير الشباب والرياضة يتعلق بما يلي: تقرير مرحلي عن التحضيرات والتنظيم المادية لألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران، تحضير رياضيين تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران، إعادة إطلاق نشاط دور الشباب وتحسين أدائها، وضع برنامج طموح لإنجاز منشآت رياضية جديدة، وكذا إعادة تأهيل الهياكل القائمة من أجل استضافة منافسات الأحداث الرياضية ذات البعد الدولي. وقبل 7 أشهر من انطلاق المنافسات، بلغ التقدم في إنجاز المشاريع معدلا مرضيا بما يضمن استكمال الأشغال في الآجال المحددة وسير ألعاب البحر الأبيض المتوسط في أحسن الظروف الممكنة. وفي نهاية العرض، كلف الوزير الأول وزير النقل بتسريع وتيرة أشغال المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران، والتي من المنتظر استلامها قبل نهاية العام الجاري.
في مجال الصحة، قدم وزير الصحة عرضاً حول نتائج عملية تلقيح ضد فيروس كورونا الذي تم الشروع فيها منذ شهر جانفي 2021، فضلاً عن التدابير والوسائل التي تم الالتزام بها لتحسين مستوى عملية تلقيح المواطنين. في مجال البيئة تم تقديم عرض حول التقدم المحرز في أشغال تهيئة وادي الحراش بالفعل، وبالنظر إلى حالة التلوث في هذا الوادي الناجم عن التصريفات الصناعية، فقد قامت السلطات العمومية بتنفيذ عمليات كبرى تهدف إلى إزالة التلوث من حوضه وكذا تهيئته. وأخيرا تم تقديم 3 عروض تتعلق بمشاريع صفقات تخص اقتناء تجهيزات وخدمات في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الجارية، وصفقة لدعم تطوير الرقمنة في إطار إنجاز البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. كان هذا أهم ما جاء في بيان مجلس الحكومة. إلى ملف المحليات الآن، حيث تدرك اليوم الحملة الانتخابية يومها 18 وسط اشتداد التنافس بين التشكيلات السياسية. نجوى جدي ترصد لنا مجريات الحملة الانتخابية في يومها 17. من قسنطينة شرح مفوض جبهة العدالة والتنمية الأخضر بن خلاف برنامج حزبه الذي يراهن على الكفاءات الشابة في هذه المحليات. وفي نفس الاتجاه سار المفوض عن حزب الحرية والعدالة مداني مداغ، الذي أكد ضرورة دعم الشباب وإعطائهم فرصة أكثر لانطلاقة تنموية حقيقية. ومن معسكر أوضح الأمين العام لجبهة النضال الوطني عبد الله حداد ببلدية الهاشم أنه يجب اختيار الكفاءة النزيهة لتسيير الشأن المحلي تفاديا للانسدادات السابقة. أما رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية رضوان خليف، ومن دائرة المحمدية بمعسكر، أكد أن الانتخابات المحلية تكملة لمسار دستوري وإقرارا لمجالس منتخبة تعكس تطلعات المواطنين. وبولاية الجلفة، عقد رئيس الحركة الوطنية للعمال الجزائريين سالم حديد تجمعا أكد خلاله ضرورة الانتخاب لاختيار الكفاءات لإعطاء نموذج حقيقي في التسيير المحلي. الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني بدوره نادى من ولاية بسكرة إلى حوكمة فعلية لتغيير فعال، كما أوضح بولاية ولاد جلال أن الحديث عن التنمية مرتبط بكفاءة ونزاهة المنتخبين. ومن غليزان، أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد على العمل من أجل تجنب خذلان المواطن مع إعادة السلطة للبلدية، كما دعا بمستغانم إلى وجوب التحلي بالشفافية في التسيير. ومن أدرار، شدد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرين على ضرورة تحمل فرنسا لمسؤوليتها القانونية عن جرائمها، خاصة التفجيرات النووية برجان، كما أكد بالعاصمة أنه بالوحدة والتنمية تبنى الجزائر. الأمين العام لحزب الأفلان أبو الفضل بعجي ومن أدرار أكد أنه لابد من تنويع الاستثمار في البلاد والانفتاح على العمق الإفريقي، كما دعا من تندوف إلى توحيد الجبهة الداخلية. من جهته، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقريم من البيض أن الحركة تعمل على تمرير قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بالمجلس الشعبي الوطني. ومن سكيكدا، أكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش على ضرورة منح الصلاحية المطلقة لرؤساء المجالس المحلية والولائية، كما دعا من عنابة إلى الانتخاب كوسيلة وحيدة لاختيار الكفاءة النزيهة. بدوره، دعا رئيس حزب صوت الشعب لامين عثماني من خنشلة الشباب إلى الاستلهام من التاريخ ومواصلة المسيرة التنموية، كما دعا من سطيف إلى ضرورة استحداث طرق حديثة في التسيير. أما بغليزان، فقد أكدت فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة تجمع أمل الجزائر على ضرورة إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية لتسيير محلي أكثر فعالية. من جانبه، أوضح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة من عنبة أن الجزائر تحتاج إلى الوحدة لمجابهة التحديات وتحقيق التطور. وبولاية تيبازا، كان الموعد مع رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زياد، الذي أوضح ضرورة إيجاد مصادر جديدة للتمويل في البلديات لتسيير أفضل.
أما بميلا فقد أكد رئيس حزب جيل جديد جيلال سفيان بأن مشروع الجزائر القوية لا يتم إلا من خلال وحدة كل أبنائها. وفي البويرة أكد رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم أن هذه المحليات فرصة لاستكمال بناء المؤسسات في بلادنا. من جهته ومن ولايتي الأغوط وبسكرة، دعا الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي الإدارة لرفع يدها عن المنتخبين المحليين، داعيا إلى إعطاء صلاحيات أوسع لهم. حزب الأففاس ومن قسنطينة أوضح أمينه الوطني الأول يوسف أوشيش أن تكريس الديمقراطية وسط التحديات الراهنة هي مسؤولية الجميع، مؤكدا من ولاية أم البواقي أن الوطنية كل لا يتجزأ. وبغليزان أكد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بالهادي على ضرورة الاختيار المناسب للأشخاص من أجل استرجاع الثقة. بدوره أكد رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروس رويبات من عين تموشنت على ضرورة استغلال المحلية المقبلة لبناء مؤسسات قوية وديمقراطية بكفاءات نزيهة. ولاية المغيضة الفتية ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع التي أخذت طريقها للتجسيد، وبالرغم من هذه البرامج الإنمائية إلا أن المواطن يتطلع إلى التكفل باحتياجاته وانشغالاته. سمية مزور. ولاية المغير تختلف بها مؤشرات التنمية في ظل ما تم تحقيقه، ومشاريع أخرى أخذت طريقها للتجسيد كانت مبعث فرح وارتياح لدى الساكنة التي تأمل من هذه المحليات أن يكون للمواطن دورا محوريا في تسيير شؤونه المحلية، ما سيساهم حتما في المضي قدما نحو حركية تنموية متسارعة بالولاية. طاقة بشرية شبانية في المغير معتبرة، تستطيع معناها دفع التنمية مثلا في جميع المجالات. متمنين كل الخير والخير لهذا البلاد كل، إنجازات السكنات الطرق الفلاحة الحوايج تاع البلاد هذه كل محتاجين لها. نطلبوا من السلطات يقولوا لنا البلاد برك هذه اللي انتخب احنا رانا معاه يصوصي لنا وش نحوسوا على البلاد يقولوها لنا برك. ومن جهتها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استوفت كل الترتيبات اللازمة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية يوم 27 نوفمبر. سخرنا حوالي 44 مركز في حوالي 238 مكتب، وفي ظل العملية الانتخابية هناك بروتوكول صحي ملزم على المؤطرين وعلى الناخبين. إقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات المحلية من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار البناء والتغيير. والاستحقاق الانتخابي المقبل يراه مواطنو ولاية عين الدفلة سانحة لتحقيق تنمية محلية في مستوى أمالهم وتطلعاتهم. فؤاد أحماني. بكثير من التفاؤل والأمل يتطلع مواطنو بلديات عين الدفلة إلى غد أكثر إشراقا وتنمية مع أمل التغيير في سياسة التسيير المحلي. بالنسبة لآرائنا في الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر 2021 إن شاء الله تكون شفافية، ونطلب من المواطن إن شاء الله الكريم يكون يعبر عن الصوت تاعو بشفافية، الناس يعني تمد الراي تاعها يعني بامر شفاف جدا وتتقرب مادام راه كاين شباب مترشح حسب القانون العضوي اللي راه ينص الانتخابات، يعني راح الشباب يقدر يبني البلديه ويكون عنده فرص بالنسبه للتغيير في الاداره. رانا نشوفوا شباب خريجي في الاداره راهم يغيروا راه كاين تغيير لحد الساعه، ولكن ان شاء الله نطلبوا من المواطن يدير الثقه في الشباب هذا. كاين شباب اللي ترشحوا ذي الخطره، راه كاين تغيير، بغينا احنا نديروا تغيير، عندنا امل في هذا الاخر من بينهم، يعني رانا ان شاء الله تاكلين عندنا امل، ما نقطعوش ليس، ما نكونوش كيما نقولوا نكونوا اوبتيميست شويه. ولاية عين الدفلة التي تتميز بطابعها الفلاحي وغاباتها وسهولها الجميلة قادرة بإمكانيتها الهائلة أن تكون قطبا للتنمية المستدامة، يقول مواطنها. احنا ماذا بينا كشغل كمواطنين ونحبوا هذه البلاد، ماذا بينا هذو الناس اللي يجوا يعرفوا القيمة تاع هذه المدينة، احنا ماذا بينا كشغل هذو الناس اللي راهم مترشحين ماذا بينا يعرفوا القيمة تاعها ويحبوا إلا راهم حابين كشغل يحبوا الميتي تاعها، وكان أنا نعطيك الصوت تاعي، ماذا بينا تكون قدر المسؤولية تاع هذا الصوت. وحاجة اللي نشرفوا بها ونذكروها في جميع الميادين
نقولوا باللي احنا مليانه ورده صدقني، ان شاء الله يكونوا فيها رجال يخدموها. إنجاح هذا الأمل يتطلب كفاءة وشفافية وإحساسا أكثر جدية لانشغالة السكان. والمواطن يتطلع إلى مجالس منتخبة كفأة للتكفل بانشغالاته. 27 نوفمبر بإذن الله تعالى إن شاء الله زي ما يسين الدنيا كل يتوج الصناديق أهل وطني للكفاءة يواض سين يمياكنا ممكن يمياكنا مش ناس نجمع سنين يرسلون تلقي وينسولون ونوخر وشهر تنسولون سر تنتين مدان. احنا ان شاء الله ان شاء الله نهار لي 27 الشعب السكان نتاع ولاية طمرسي ان شاء الله يروحوا كاع اللي فوت، خاطر اللي فوت هادو عندهم علاقة مباشرة للمواطن وانت من غسد. اطلب من سكان ولاية طمرسي عاصمة الهجار يخرجوا بقوة يوم 27 نوفمبر لتأدية الواجب وهو الانتخابات المحلية لمجلس الشعب البلد لمجلس الشعب الولائي، ونطلب كل الشباب بقوة من أجل التغيير. شباب طمرسد نتمنى أن تخرجوا بقوة في هذه الانتخابات لأنه صوتكم هو اللي راح يغير، وانتم اللي توقفوا على بلادكم ما كان اللي يوقف عليها غيركم. لإتمام بناء البيت الجزائري بدينا بالرئاسية الحمد لله، وبدينا بالمجال بالبرلمان، واليوم ان شاء الله راح نسعدوا للمجلس الولايه والمجلس البلدي ان شاء الله يكون فيها الخير باش نكملوا بناء البيت الجزائري ان شاء الله، ونطلب من المواطنين ان شاء الله باش يكونوا واعيين وينتخبوا الجماعه اللي يكونوا في المستوى. ادعو كافه المواطنين والمواطنات يوم 27 التقرب الى مكاتب الاقتراع والادلاء باصواتهم لمن هو خير ويروا أنه فيه صلاح البلاد. أعلن اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن نتائج الدورة 24 للجنة الوطنية لترقية الباحثين الدائمين، وهو ما يسمح برفع عدد هيئة مؤطري البحث من صنف مدير بحث وأساتذة بحث قسم ألف إلى 605 صنف مدير بحث وأستاذ بحث من مجموع الباحثين الدائمين البالغ 2199 باحث دائما في كل مراكز البحث ووحداته. بخصوص الترقية في رتبة أستاذ بحث قسم ألف إلى رتبة مدير بحث، من مجموع 62 مترشحا تم ترقية 50 مترشحا إلى رتبة مدير بحث. وبخصوص الترقية من رتبة أستاذ بحث قسم باء إلى رتبة أستاذ بحث قسم ألف، من مجموع 60 مترشحا تم الترقية 50 منهم إلى رتبة أستاذ بحث قسم ألف. في قرية معارك المرجى ببلدية ذوي ثابت في ولاية السعيدة مدرسة ابتدائية يدرس فيها التلاميذ باستعمال أجهزة إلكترونية ذكية، تجربة بدأت مع الدخول المدرسي لهذا الموسم. المزيد مع سفيان مقنين. قسم دراسي بصبورة فارغة وراء ظهور التلاميذ، هكذا تبدو أقسام هذه المدرسة النموذجية في بلدية دوي ثابت بسعيدة، أين يحظى أكثر من 100 تلميذ بألواح رقمية يستعينون بها في الدراسة. أتعامل مع هذه اللوحة الذكية لأنها مفيدة لدراستي، استخدمها في التعليم، وأنا أيضا أملك نفس اللوحة الذكية وأدرس فيها في المنزل. العام الماضي كنا نحضر معنا كثيرا من الكتب، أما هذا العام كل الكتب موجودة في اللوحة الإلكترونية. لقد أعجبتني السبورة الذكية لأنها أفضل من السبورة العادية. لماذا؟ أنها تأخذ جهد أقل وسرعة. هذه التجربة التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من الموسم الجاري جعلت الجو الدراسي أكثر متعة وتفاعلية وخففت من أوزان المحافظ للتلاميذ. بالنسبة لهذه السبورة التفاعلية واللوحة الإلكترونية لقت استحسان من قبل الأستاذ والتلميذ، حيث أن السبورة التفاعلية تساعد المعلم من حيث اختزال الوقت من حيث السرعة، وكذلك تساعدنا نحن كأساتذة وكتلميذ من حيث التعبير الكتابي الإنتاج الشفوي. هناك صور فيديوهات من خلال الصور، كذلك صور قرآنية، يعني كل شيء نجده بسهولة. بالنسبة للتلميذ هنايا كان تقبل
سريع جدا منذ الوهلة الأولى. وجدنا تقبل، استيعاب ظهرت من خلال المشاركة، كان شرود ذهني لبعض التلاميذ الآن دروك التركيز أصبح كثير وكثير بالنسبة للتلميذ مع الأستاذ. لا يزال الوقت مبكرا لتقييم نتائج هذه المبادرة، لكن الشيء الأكيد هو أن مواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يبدأ في سن مبكرة من أقسام المدارس. بولاية قسنطينة مشروع للاستثمار في شعبة الحليب تحقق بإرادة وعزيمة شاب طموح استفاد من آليات الدعم التي توفرها الدولة. أمينة بعتوش. احنا حبينا التغيير، من هذا المنطلق بدينا المشروع هذا تربية الحيوانات. من هنا انطلق خالد واستطاع أن يحقق التغيير الكلي ويصبح منتجاً لمادة حليب البقر، ليكون بذلك من الشباب الخلاق للثروة والمساهم في تنمية منطقته تافرنت بقسنطينة. لقينا نومي ديالونا اليدي عاونتنا، عطاتنا استفادات كما القرض، كما عطاتنا لونسيلاج. كنا نخدموا بزوج بقرات ثلاثة، دروك كان الله يبارك في 21 بقرة 22 بقرة في لاغريمو. حنا رانا نقدموا في الحليب ليهم، حابين نوظفوا، حاب نوظف شاب معايا يخدم معايا، حاب كما نقولوا ماملي كوليكتور، ندير كوليكتور وحدي نديه لونالي. تطوير شعبة الحليب ومشتقاته من أولويات المستثمر خالد وغيره ممن استفادوا من دعم ملبنة نوميديا بقسنطينة، التي بفضل توفير هذه المادة الأولية استطاعت تنويع منتوجها. يفوت 30 شاب اللي داو قرض مالي اقتنوا من 4 بقرات حتى 30 بقرة لتنويع منتوجات والحليب ومشتقات الحليب. ويعلق خالد آماله وطموحاته على الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اللبنة الأساسية لتجسيد مشاريعه المنتجة والمساهمة في الاقتصاد الوطني. احنا ننتخبوا معليش باه نغيروا، حابين تنمية باه تقيس سافرنت هذه، باه ما نبقاوش احنا معزولين، رانا حابين نطوروا شوية، نوليو الاكتفاء الذاتي من كلش، من الحليب من اللحم تمام من كل حاجة. حفاظا على البيئة وصحة الإنسان أطلقت عدة مخابز بولاية البيض مبادرة لإنتاج أكياس صديقة للبيئة بالتعاون مع حرفية من دار الصناعة التقليدية، وهو ما استحسنه المواطنون. أكثر تفاصيل مع عبد الوهاب حدبي. استعمال الأكياس البلاستيكية في تسويق مادة الخبز واقع ينعكس بشكل سلبي على البيئة وحياة الإنسان، ما دفع ضراب وعلام صاحب عدة مخابز بولاية البيض لاستبدالها بأكياس صديقة للبيئة. مبادرة جميلة ونتمنى تواصل، ومن اليوم هذه نخليها في السيارة تاعي وندي فيها الخبز. فيها عدة إيجابيات وتقلع عدة سلبيات، لأن هذا هو نافي لي أولا على من جانب الصحي والجانب البيئي. ماذا بينا هذه الفكره تعم كاع ساكنه ولايه البيض، ودرنا هذه في ليها ومينا ونقسموها مع المواطنين. شغل ماهوش كل خطره يقعد بنادم يدي في ساشي يدي في ساشي، لان المضرور رقم واحد البيئه ومضرور كذلك المواطن ومضرور صاحب المخبزه. المبادره تساهم فيها انامل حرفيات من دار الصناعه التقليديه بولايه البيض. المشروع اللي راه عندنا تاع الفيليات جابه لنا مسو بوعلام ضراب بوعلام، ما ننسوش بلي هذه الماده اللي رانا نخدموا بها الفيليات كنا ديجا خدمنا بها لبافيت، وهي ماده صديقه للبيئه. هما خير من لي ساشي، يعني كما يقولوا يحافظوا على الخبز، وكما نقولوا الماده في روحها هذه صديقه للبيئه. الخبازين اتصلوا من قبل بمدير التجارة، وحيث هذه الأخيرة استحسنت العملية وشجعتهم على هذه المبادرة، وإن شاء الله نقضوا على هذه الأكياس البلاستيكية اللي راها تضر الإنسان والبيئة والحيوان. مشروع يعمل على توفير فرص العمل لهؤلاء الحرفيات، إضافة إلى تعليم الناس كيفية المحافظة على البيئة.
انتقل إلى رحمة الله المجاهد والوزير الأسبق والدبلوماسي وعضو جبهة التحرير الوطنية عبد الغني عقبي المدعو سي عمار عن عمر ناهز 88 عاما. وأمام هذا المصاب يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيكا بأخلص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية ولاد جلال من حجز أزيد من 5000 قرص مهلوس وسجائر وسيارتين ودراجتين ناريتين. العملية أسفرت على ما يلي: توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم، حجز 5205 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ميلي جرام، حجز 9 هواتف نقالة، حجز مركبتين، حجز دراجتين ناريتين، حجز مبلغ مالي يقدر ب 26000 دينار جزائري من عائدة الترويج، حجز سلاح أبيض من نوع سيف، حجز سلاح أبيض من نوع سكين. أما العملية الثانية فقد قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ولاد جلال، حيث تم حجز 126 كيلوغرام من الأسلاك الكهربائية من نوع ألمنيوم. أما العملية الثالثة فقد قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة، تم من خلالها حجز 819 علبة سجائر من مختلف الأنواع. أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر اليوم إلى 28 نوفمبر الجارية محاكمة رجل الأعمال محي الدين تحكوت المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد الملك سلال وأحمد يحيى بتهم ذات صلة بالفساد. وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة الدفاع بسبب تواجد أحد المتهمين تحكوت رشيد بالمستشفى. كما أجلت محكمة سيدي محمد اليوم إلى 5 ديسمبر المقبل محاكمة بلال تحكوت نجر رجل الأعمال محي الدين المتابع في ملف سيما موتور، وتقرر تأجيل بطلب من هيئة الدفاع. ويتابع بلال رفقة علي حميد وإبراهيم تحكوت إضافة إلى الممثلة القانونية لشركة محي الدين تحكوت سيما موتور بتهمة إعاقة السير حسن للعدالة. سجل ديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر يخص الأمطار الرعدية، أحيانا ستميز ابتداء من اليوم عددا من ولايات وسط البلاد. والولاية المعنية هي برج بوعريريج المسيلة الجزائر تيبازا تيزي وزو شلف مستغانم الجلفة عين الدفلة المدية ولاد جلال البليدة بومرداس والبويرة. ودعت ذات المصالح إلى توخي الحيطة والحذر لأصحاب النشاطات المرتبطة بالتقلبات الجوية. دوليا أكدت جبهة البوليزاريو أن أي مجهود لا يهدف لاستكمال خطة التسوية الأممية لحل النزاع في الصحراء الغربية هو بمثابة تنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مشددة على أنها لن تتعاون مع أي مسعى خارج الإطار الشرعي المتفق عليه، معتبرة المواقف المعبر عنها مؤخرا من طرف المغرب تسفيها لمجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الرامية إلى إنهاء النزاع وتقويضا للعملية السلمية من أساسها. جبهة البوليزاريو أعلنت عن شجبها بأشد العبارات للسلوك المغربي المتهور المعبر عنه على أعلى مستوى والمتمثل في اتباع استراتيجية مبيتة لإقحام قوى أجنبية ليس فقط بهدف استمرار العدوان على الشعب الصحراوي، وإنما للزج بالمنطقة قاطبة في الحرب ولا استقرار وتوسيع نطاقه ليطال مواطني الدول المجاورة في ممارسة واضحة لإرهاب الدولة.
هذا وأكد ممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير أن الاحتلال المغربي يتحمل عواقب حرب مفتوحة باستهدافه المتواصل للمدنيين الصحراويين الجزائريين والموريتانيين في مناطق عدة مدنية وتجارية متفرقة، مؤكدا أن الشعب الصحراوي سيخوض هذه الحرب بكل حزم وتصميم وإرادة من أجل افتكاك حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال مهما كلف ذلك من تضحيات. كما أدان المشاركون في مؤتمر النقابات العمالية بفالنسيا بإسبانيا الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين العزل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، محملين إسبانيا مسؤولية ما يتعرض له الشعب الصحراوي من تشريد وانتهاك لحقوق الإنسان من طرف دولة الاحتلال منذ عقود. في تطورات الملف النووي الإيراني، هدد كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الدفاع لويد أوستين باستخدام القوة ضد طهران، حيث أكد من المنامة أن بلاده قادرة على نشر قوة عسكرية معتبرة في الشرق الأوسط وأن كل الخيارات باتت مطروحة في حال ما لم تفلح الجهود الدبلوماسية في وضع حد للبرنامج النووي الإيراني. في ملف السودان، دان وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن استخدام العنف لقمع المتظاهرين خلال ندوة صحفية بالذكارى السنغالية، وكان بلينكن قد دعا من أبوجا الجيش السوداني إلى احترام حقوق المدنيين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم، مؤكدا دعم واشنطن مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية تحت قيادة مدنيين. وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية في إطار جولة إفريقية لثلاث دول وهي كينيا نيجيريا والسنغال، تحضيرا لعقد قمة أمريكية إفريقية لاحقا لدعم القارة السمراء. في الرياضة، أصدر الستار عن الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء عدة مباريات أبرزها القمة التي جمعت مولودية وهران وضيفه وفاق سطيف. قراءة في نتائج الجولة مع أحمد سويلح. جولة تميزت بتسجيل أول هزيمة في الموسم للمتصدر اتحاد بيسكرا الذي سقط بملعب عمر حماد بثلاثية أمام اتحاد العاصمة. خسارة خدمت مصالح أتلتيك بارادو العائد بالزاد كاملا من مجرى متداركا تعثره الأخير أمام شباب الوزداد. وبملعب 20 أوت بالعاصمة تذوق أيضا أولمبي المدية مرارة الهزيمة الأولى له في البطولة على يد حامل لقب شباب الوزداد. من جانبه، فشلت مولودية الجزائر في تحقيق انتصارها الثالث مفوتة على نفسها سانحة الانفراد بالريادة بعدما تعادلت سلبيا في غليزان أمام السريع المحلي. وبنفس النتيجة انتهى لقاء أولمبي شلف ونصر حسين داي. هذا وكانت أولى دفعات الجولة قد انطلقت يوم أمس الجمعة وعرفت إجراء ثلاث مباريات، حيث فرض أمل الأربعاء التعادل الإيجابي على شبيبة القبائل بتيزي وزو. أما هلال شلغم العيد فقد خطف نقطة ثمينة أمام شبيبة الثورة، فيما انتهت مواجهة القمة بين الحمراء والوفاق بالنتيجة البيضاء. ونختم النشرة من ولاية غرداية التي تتميز بصناعاتها وحرفها التقليدية المتميزة على غرار سويلح. هذا الحرفي الذي تمكن من إنشاء نادي يجمع الحرفيين لعرض وتسويق منتجاتهم الأصيلة يقول آمين شقبقب. منذ صغره كان مولعا بالتراث المحلي، حبه وعشقه للزربية والأواني الفخارية القديمة جعله يبحث في هذا المجال ويولي له أهمية بالغة. الفنان والحرفي صالح لم يختر هذه الحرفة بل هي من اختارتها. الشغف تاعي منذ الصغر كان في هذا المجال تاع الزرابي والتقاليد،
ودوكا في يعني الحمد لله وصلنا باش نحققوا هذا الحلم اللي كنا يراودنا في إنشاء هذا النادي. الحفاظ على التراث المحلي والتعريف به وتشجيع الصناعة التقليدية عوامل حفزته لإنشاء ناد يجمع حرفي المنطقة. طلبوا من كل المسؤولين والمنتخبين اللي إن شاء الله نتمنى لهم يربحوا في الانتخابات يكونوا سند ويكونوا قوة ضاربة ويعاونوا الحرفي وينظموا له معارض. كمدير وجميع الإطارات هم على أتم الاستعداد للمرافقة وطبعا إيجاد الحلول لجميع العراقيل. دعم الحرفيين وتشجيع الصناعة التقليدية في غردايا سيسهم لا محال في جعل الولاية قطبا سياحيا واقتصاديا بامتياز. نهاية النشر، إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروعي قانونين في قطاع العدالة وعروض حول مشاريع دعم تشغيل الشباب والصيد البحري والطاقات المتجددة. وتيرة متسارعة واحتدام التنافس بين التشكيلات السياسية والدعوة للتصويت بقوة في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. تطوير شعبة الحليب ومشتقاته استثمار واعد لشباب طموح بتفرنت بقسنطينة بفضل آليات الدعم والمرافقة. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله. هذه حكاية تاع 10 من الناس، الحق نهار وين واحد لازم يمثلهم، ثنين تقدموا وعبروا عن مشاريعهم، 7 كانوا حابين كامل التغيير، 3 كانوا دايما راضيين. وقت الصح ما تغير والو، وعلاش؟ لأنه 5 منهم رفضوا التعبير، و2 وحدهم ما يجيبوا التغيير. 7 تمثل الأغلبية، لكن 5 منهم بامتناعهم من أداء واجبهم ممنعهمش من التأثير في مستقبلهم. وانت وقت الصح، اختار الأصلح. يوم 27 نوفمبر، أبصر وأتمم. السلطة الوطنية المستقلة